طيب نروح لموضوع برضو بيهم ستات كتير جدا جدا، وهو مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل لا شك طبعا ان اسعارها بترتفع وفي زياده طول الوقت، عشان كده الجمال الطبيعي يكسب طبعا. يعني، احنا ما بيحتاجوش خالص مستحضرات تجميل. لكن الستات والرجاله بقى غير مستحضرات التجميل بيستخدموا منتجات العنايه بالبشره، منتجات العنايه بالشعر، دي حاجات مهمه جدا لا غنى عنها بقى يعني، بعيدا عن مستحضرات التجميل كمان. لكن في فخ في ناس كتير بتقع فيه، وهو المنتجات المقلده او الغير اصليه، خصوصا انه من وقت للتاني كده بتنتشر اخبار عن ضبط مصانع غير مرخصه لمنتجات التجميل او مستحضرات التجميل ومنتجات العنايه بالبشره والشعر، وتلاقي حد يعني من اللي يحب كده ايه يلقطها كده يقول لك انا عارف المستحضر الفلاني اللي انت اشتريته مش عارف ب 1000 جنيه، انا جبته ب 35 جنيه. يا سلام. يعني طبعا طبعا هنا في فخ، طبعا ده مقلد طبعا. يعني، مش ممكن يكون نفس المنتج بنفس الكواليتي بتاعته او يعني بنفس الجوده وبالسعر فرق السعر ده. لا، ويقول لك ويأكد ان هو اوريجينال اهم حاجه. طبعا طبعا ده لازم، هي مأكد لي يعني، ما مأكد لي. المهم خلونا نعرف مع حضراتكم ازاي ممكن نعرف او نفرق ما بين المنتجات المقلده والمنتجات الاصليه. هل السعر بس هو الفيصل او هو الحاجه الوحيده اللي تخليك تعرف ان ده اصلي او ده مش اصلي؟ هنعرف مع الدكتوره ايمان سند، استاذ الجلديه بكليه طب جامعه بنها. اهلا بحضرتك يا دكتوره ايمان، صباح الخير. صباح النور، يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اولا كده، ايه خطوره استخدام منتجات او مستحضرات التجميل او منتجات العنايه بالبشره والشعر المقلده والغير اصليه؟ طبعا ليها مخاطر كتير جدا، ابتداء من ان هي تسبب امراض الحساسيه بكافه انواعها على الجلد، دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تحدث تلف وتحدث امراض. بعض المواد المقلدة دي بتكون بتحتوي في مكوناتها إلى مواد ضارة، المواد الضارة دي ممكن يحصل امتصاص ليها عن طريق الجلد، وبالتالي بتؤدي إلى مشاكل جسيمة داخل الجسم، ممكن تسبب توصل إلى فشل كلوي لأنها مواد ممكن يحصل لها ترسبات. لا ثواني يا دكتور، يعني المنتجات اللي ممكن نكون بنستخدمها بشكل خارجي على البشرة من بره تسبب فشل كلوي؟ ممكن يحصل ليها امتصاص عن طريق الجلد، وخصوصا المواد الكريمات اللي بتحتوي على المعادن الثقيله زي الزئبق على سبيل المثال. في منتجات كتير ممكن تحتوي الزئبق، وكان زمان الحقيقه الزئبق كان بيستخدم في العديد من المستحضرات والادويه، من اشهرها محلول الميكروكروم الاحمر اللي كنا بنستخدمه في علاج الحروق، ده كان بيحتوي على الزئبق. فالزئبق من الحاجات اللي كانت زمان بتدخل في بعض المستحضرات، لكن دلوقتي طبعا هو ممنوع منعا باتا. زي كمان استخدام ماده الفورمالدهايد اللي ممكن تكون موجوده في كريمات المختلفه المستخدمه لفرد الشعر، كمان ممكن تكون موجوده في العديد من انواع المكياجات. طب هل في منتجات معينه ممكن فيها التغاضي عن موضوع ان هي مقلده او اصليه؟ يعني حاجات غير اللي بتستخدم على البشره مثلا، الكريمات والحاجات دي طبعا لا يمكن التغاضي فيها، لكن في مستحضرات تجميل بعض الناس ممكن تقول لك عادي، زي مثلا طلاق الاظافر. في بعض الناس بتقول لا عادي، غالي او رخيص مش هيسبب لي ضرر، هل ده حقيقي ولا كل المنتجات المقلده ضاره؟ هو في مساله ضرر وفي مساله كواليتي زي ما حضرتك قلتي. يعني انا ممكن ما تكونش هي ضاره، زي اللي بيستخدم مثلا بعض المواد الطبيعيه انا بستخدمها عشان اعمل بيها ماسك على البشره على سبيل المثال، او بعمل بيها حمام زيت للشعر، ما انا ممكن استخدمها هي مش بتضر بس في نفس الوقت برضه مش بتفيد، ما بتدينيش التاثير المطلوب اللي انا عايزاه لما بستخدم كريم او ماسك او يعني واتيفر انا بستخدم ايه. فلازم يكون كل الحاجات اللي بستخدمها لها جوده معينه ومعايير. ممكن تبقى ضاره تسبب مشكلات للشعر والبشره. طب اخيرا يا دكتوره ايمان، ازاي اقدر افرق ما بين المنتجات او مستحضرات التجميل ومنتجات العنايه بالشعر والبشره المقلده عن الاصليه؟ ايه الفروقات اللي لازم اخد بالي منها؟ خلينا نقول انها بتبدا من وسيله الحصول عليها. انا بوصل للكريم او المستحضر ده ازاي؟ هل انا بشتريه من صيدليه او من محل معتمد ان هو خاص بماركات معينه، او ان انا بشتريه على سبيل المثال من موقع من الانترنت. الموقع ده موقع مجهول، حد عامله وبيوزع كميات كبيره جدا لفتره محدوده وبعد كده خلاص ما لقيتيش الموقع ده. فبالتالي طبعا ده ممكن يكون يعني موقع تجاري بس عشان تصنيف مواد
ما هياش صحيحه. غير كده انا لما بشوف المنتج نفسه الباكج بتاعه، طريقه التغليف بتاعه مهم جدا. الماركات الاصليه بيبقى ليها حاجه تشبه العلامه المائيه اللي هي بتؤكد ان ده مستحضر اصلي مش مستحضر مقلد. السعر بتاعه زي ما حضرتك ذكرتي طبعا ده برضو بيديني انطباع اذا كان ده اصلي او لا. غير كده انا لما اجي افتح المنتج بقى علشان استخدمه، لو لقيت المنتج ده ريحته لطيفه او ريحته مقبوله يبقى ده بيقول برضو على الاغلب ان ده مستحضر كويس. غير لما انا افتح المنتج والاقي المنتج بيطلع منه اول ما بفتحه بالذات رائحه كريهه، ده صحيح. ممكن يقول ان المخكم ان الكريم ده او المستحضر ايا كان ما هواش محضر او مغلف بمواصفات معينه، فبالتالي ممكن يحصل فيه تكاثر بكتيريا او فطريات تعمل درجه من درجات العفن او التلف للمنتج. أكيد. لما اجي افرد المنتج لازم يكون سطحه متجانس، ما يكونش فيه كلكعه، ما يكونش فيه سائل لوحديه. واضيف على ده كمان يا دكتوره ايمان، يعني انه منتجات التجميل في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفه ده انه ليها تاريخ صلاحيه. يعني شكرا ليكي طبعا دكتوره ايمان سند استاذ الجلديه بكليه الطب جامعه بنها على هذه التفاصيل والمعلومات. موضوع التاريخ الصلاحيه لمنتجات التجميل ومستحضرات التجميل، في ناس بتفضل يا اسماء تستخدم الحاجه روج مثلا لحد ما يخلص، هو اصلا منتهي الصلاحيه. يعني خدوا بالكم كتير كده الحقيقه.